ورجع رجع كنت طمزك. شو الخطوط اللي عم تطلع المونيتور؟ هذا تخطيط القلب. حلو تخطيط القلب؟ لا وشي قصدي مو حلو. والله شو؟ لا يعني ما بينقال عنه حلو، بس بينقال عنه مثل القمر بليلة تمامه، مثل البدر. آية من آيات الحسن والجمال لا فضة فوقي. إيها هيك العالم تحكي. معك حق جميل تحكي هيك عن الأنسة، فعلا مبين عليها حلوة ولطيفة. شو اسمك يا حلوة؟ لا تقولي لا تقولي، أنا بحزير. ما رح تقدر. وإذا حزرت شو بتعطيني؟ شو بدك؟ بوسة. لا شو تعطيني هنو؟ مثل ما بيطلب أي واحد من وحدة بيعجب فيها. يعني مزبوط، بس بكير لسه ما تعرفنا على بعضنا منيح. بس أنا حاسة إني بعرفك من زمان. وأنا كمان. حزير شو اسمي؟ اسمك قمر. لا فجر. كمان لا شمس. ما حذرت. زهرة. كمان ما حذرت. فاتنة. حلوة. لا ياسمين. كمان لا فلة. ما حذرت. زنبقة. كمان ما حذرت. حلا. حلا اسمك حلا. مو معقول، ما بيصير، لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديتهم. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك. معك حق، بس واحد ما بايده يسمي حاله. لك شكا ازبلها للمخلوق ازبلها. خليها تعرف تشتغل بجهاز. بلش يقطش القلب شيتي قلبي. طبعا يا خالي وضعي كويس. ايه استاذ جميل، لسه بعد بدك تحزر ولا عجزت؟ انا من جهتي ما بقي عندي اسماء خرجي، عجزت. انا بساعدك جميل. اسمك اميرة؟ لا. لطيفة؟ كمان لا. حسن؟ لا. حسنة؟ كمان لا. لك سموها فوزية، بس اتركوها تعرف تشوف شغلها. صح حضرتي، انا اسمي فوزية. فوزية؟ عاشت الاسامي. فوزية اسم كله شعرية، على وزن شاكرية، لوخية، سهلية، حنفية. هي هي. حلوة حلوة جميلة. الطلبة حضرتوا بإمكانكم تقولوا طلبكم. ايه بصراحة نحن قلنا عندك طلب، وإذا وافقتي عليه بيكون كتر خيرك. إن شاء الله بابا ما بيخجلكم. بابا؟ إيه بس الطلب اللي بدك تلبين لي هو أنت مو أبوكي. أنا ما بقدر، لازم بابا الأول يوافق. ولا شو بده يوافق؟ على طلبكم. ايه بس نحن طلبنا يا ست الحسن من لانتي هو انه ديري بالك على ام محمود بعد اذنك. حاضر. انا انطمزت يعني. جريدة عادية لقيتها بالكوريدور. وين رح استاذ جميل؟ نزل على الصيدلية ليجيب دواء يلي وصف الدكتور. شو اشتغل؟ ايه استاذ جميل بيشتغل مهندس. باين عليه. يلا وشو مبين عليه كمان؟ يعني ظريف ولطيف وابن عائلة. ايه هذا من ذوقك. وما بتعرفي انه مدير؟ مدير؟ ايه باين. مدير شو؟ مدير لإحدى المديريات الحكومية. وعنده سيارة؟ طبعا وطويلة من ورا كمان. طب بدي اسألك سؤال ولو في شوي يعني. لا ما ولد تستعي لا تستعي لا تستعي وش حياة. اخوكي متجوز ولا خاطب ولا لساته عازب؟ مين اخي؟ استاذ جميل. ليك ورجع اسألي. خير شو بدك تسأل؟ اسألي بس تحي. هيا الأملة براس الأعرع اللي ما في شيء بالمرة. لا تستحي شغلي ما بدي مستحى. جميل تعال حبيبي لهم عود. فوزية بدي تسألك سؤال ومستحية. فزفز؟ لك ايه فزفز بتسأل بدل السؤال عشرة. يا أحلى فزفز بالمستشفى. لا بستحي.
لا ليش تستحي يا انسه فسفس؟ اسالي عينين اسالي ولا يهمك اسالي. لك هجرة اترك على البنت، عم تقول لك تستحي. روحي اختي روحي شوفي من كنتك المونيتور جيتك. هلا بيجعني قلبي وبصير بيعطش قلبي. اطلعي خالي شايفته من عندي. اسالي فسفاز. فرجيني ايدك. فرجيني ايدك الثاني. ايه بفرجيكي شعلي. خلص ما عاد في داعي اسالك شيء، انا اسمعك. انا انطمزت بعدي قال. انه شبه شو صار لها؟ ايدي فيها شيء بيطمز؟ يمكن انطمزت من هاد. يا إيه الله يصلحك يا اخي، معقوله فسخت الخده ولهلا لابس المحبس؟ هاتو هاتو. اخوكي مين اخوكي؟ ايه بس منيح اللي فسخت الخطبة، فات فرحك، اصلا ما بتستاهلك، لازم تدور على وحدة تانية تستاهلك، لازم اخي. اختك معها حق. اختي معها؟ انو اختي؟ شو عم تحكي انت؟ انه شو القصة؟ شو عم تحكوا؟ جيني احكي اللي جبت الدواء لام محمود، لانه لازم اعطيها حبة. ما في شيء بستاهل انك تزعل مشانه، وبكره الله ببعلك الاحلى والطف منك. الطف من مين؟ من خطيبتك اللي فكيتها. لا فكيت ولا بط انا. هنو شو صار؟ نزلت جيب الدواء لام محمود متجوز، رجعت خاطب وفاكك، شو القصه؟ شو اللي صار؟ متجوز؟ انا انطمزت يعني قال ايه متجوز، هي هو وهي مرته. ليك فايره ادي ادي اشتغلي بالمنتور شيتك فايره. قلتي لي اخوكي. انا ما قلت. انت اللي قلتي. انا ما خطر على بالي ابدا تكوني مرته، لانه لو كنت محلك ما بسمح لزوجي ابدا يحكي مع وحده تانية كلمه وحده حلوه. ديري بالك على جوزك، مبينته مانو سهل. طبعا مو سهل. انا فسفس معها حق. قلت لك لا تقلي فسفس. اسمي فوزيه. لك لك شيش كمان انطمزي. لك حاجه بقى طرزان. الانسه فوزيه معها حق فعلا. يا هلا لازم تديري بالك على جوزك، لانه الرجال مالهم امان، خاصة إذا شافوا وحدة حلوة ولطيفة وناعمة مثل فسفس. قلت لك لا تقلي فسفس، وإذا سمحت احترم حالك، وما في داعي لهالمجاملات. لفتاي عدي وين رايحة؟ رايحة أقضي حاجة. لفتاي تاي هلا وقت حاجتك، تاي شوفي هذا شو اسمه؟ هلا وقتكم أنتوا اثنين وقت مزحكم، اتركوها للبنت عم تنطمز. تنطمز شو بدي ساوي لها؟ بعدين أنا ما دخلني، الحق على أنا، مدري منين طلعت لي بقصة هي أخوها وخطيبته. شفتكم معجبين ببعض، قلت يا بنت اعطيهم مجال شوي وشوفي جوزك شو ممكن يساوي. شو لقيتي؟ شو لقيت؟ ما بك شيء، صرت عم تعرف تحكي كلمتين حلوين، بس وقت الجد عم تكش. عم كش؟ أنا عم كش؟ خلص، من بكرة بطلت كش، رح بش منيح. شو قصدها هنا؟ نحن معنا غيرك وانت بركتنا، لتكون سامنة سنينات تتديلا مني شي 4-5 آلاف. اكيد هالاعتناء الزايد فيني مولى الله، اكيد بدها تطلب شي مقابيله. قولي مصيبة، شو بدي ساوي؟ ما بقدر انه لا تخدموني، بخاف حدا يسرق النمرة، واذا بدي خليهم حواليي بدهم يمننوني ويطلبوا مصاري. ايه قريبا. شو هالمرة هي؟ ما خليت كلمة حلوة وما قلت لها اياها لفسفس وما غارت. لا وشو؟ قال فسحت لي مجال مشان شوف شو بدي ساوي. طلعت بكش. ايه شو انا قميص فانيلا لكش؟ ما في قدامي غير اني سايرهم هلا لحتى يضلوا جنبي يحموني غصبا عني، محتاجة الهم. وبس اطلع من هون واصرف النمرة، ساعتها لكل حادث حديث بتكون السمكة أكلة الطعام. أوه عسن أرد. لا وشو؟ بتقلها أم محمود نبي على جوزك ما يحكي مع فوزية، بتقوم أنا خانم بتقلها لا تخافي جميل عائل. وبعدين لك شو بدي ساوي لها تصير بنظرة مالي عائل؟ رح تجنني. رجاء بلا انفعالات، القلب بلش يتأثر. اضحكونا معكم، على شو عم تضحكوا؟ ما مش يعني مثل ما بيسألش علي ابدا. وانت ما تروح تاكل معه؟ انا شبعان من شفت عيونك يا فزفز. و
ولا بتشوف عيني ابدا. انا بدي افهم هلا انت مره ولا لا؟ مرجان.